ألقت الحرب الأهلية المتواصلة في سوريا التي خلفت ما يزيد على 70,000 قتيل وتشريد الملايين بتداعياتها على الشباب في هذه الدولة العربية. زارت CNN جامعة دمشق لاستطلاع آراء شباب المستقبل عن رؤيتهم لكيفية حل الأزمة التي تعصف ببلادهم منذ أكثر من عامين. بنقعد وبنتحاور وبنتفاهم يعني طريق الحوار والثقافة، لأنه أكيد نحن شعب واعي، شعب فهمان يعني. أعطى الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف أملا جديدا للبعض. والله بعتقد أنه هذا هو الحل الأخير، يعني ما أنه كل الحلول السابقة ما نجحت، فهذا هو أنا بعتقد أنه هذا آخر حل. They shouldn't give us arm and guns like they are doing. So they shouldn't give either side guns and arm. No, I think Russia can give us guns, but America don't give. وبينما تقول الحكومة السورية إنها تقاتل مسلحين إسلاميين بينهم أجانب، بعض هؤلاء الطلاب كان لهم رأي آخر. في أطراف بدها تورجي إنه المعارضة إسلامية، في أطراف هيك عم تظهر للعالم. فالبعض يقول إنه يتوجب على بشار الأسد التنحي إن كانت هناك أي مفاوضات تلوح في الأفق. في المقابل يقول آخرون إن المحادثات يجب أن تحدث دون شروط مسبقة، ومنهم من يرى سوريا من غير بشار الأسد. لما هي الحكومة بظن بدهم يختاروا يعني حدا من الحكومة إجباري، بس بده يكون محايد تماما وما له متدخل وإيده ما له متلوثة بالدم حتى يتم الحوار. الناس في سوريا تحاول المضي بحياتها، ولكن أكثرهم قد أرهقتهم الحرب. ويوجه هذا الطالب رسالة واضحة إلى كلا الطرفين، مفادها أنه حان الوقت لسوريا أن تنقذ ما تبقى من الأحياء بدلا من الثأر لهؤلاء الذين فقدوا حياتهم. CNN, Damascus.